نبدأ مع بعض كده. السؤال الأول، في سؤال معانا هنا شباب بيقول لك x power 3 plus 4 مستر equals معلش، 5 صفحة كام تاني؟ بيج 37 يا شباب. x power 3 plus 4 equals 5، وطالب الديجري هنا. طبعا حباب قلبي انا بروح ادور على الفاريبلز ديجري. مستر هو ده بيجي كام؟ بيج 37 حبايب قلبي. خلاص كله فتح. نبدأ مستر نشتغل. النهارده هنطول عن ساعة. يوسف يا محمود ان شاء الله معانا 11 ونص. بيقول لك ذا ايكويشن x بار 3 بلس 4 ايكوالز 5، وطالب منك ان انت تحدد الديجري. حضرتك الباور هنا عندنا يا شباب باور 3، هتبدأ تختار الثيرد ديجري. السؤال اللي بعده جاب لك هنا مستر equation، جاب لك هنا 2 باور 6 بلس اكس باور 5 ايكوالز 100، وطالب هنا الديجري. طبعا احنا لما بنجيب الديجري بنجيبه للفاريبل، يعني اوعى تروح تبص على النمبر، ليش دعوه بالكونستنت. انا بالنسبه لي فاريبل. طب الفاريبل هنا باور كام؟ حضرتك الفاريبل هنا باور 5، فهيبقى 5th ديجري. بيقول لك all the following numbers satisfy ده inequality. كل الارقام اللي قدامك ديت بتحقق الانيكواليتي اللي عندي دي، اكسبت طبعا هنا هو عايز نمبر المفروض ان الاكس اكبر من النيجاتيف 3، يبقى اكسبت ما عدا يبقى عايز رقم اصغر من النيجاتيف 3. ايه النمبر اللي هيكون اصغر من نيجاتيف 3؟ هو هيكون نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 اصغر من النيجاتيف 3. ده عشان قال يا مستر اكسبت. اكسبت يعني ايه؟ ما عدا. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا the greatest integers integer satisfies the inequality. طب يا مستر نجيب الاول السوليوشن للانيكواليتي هنا. قال لك ان الاكس دي between 3 and 6. يعني ايه يا مستر؟ يعني الارقام اللي عندنا هنا 4 و5 وكمان هزود عليهم ال 3 لان عليها equal. طب يا مستر دلوقتي انا السوليوشن ست المفروض ان هي 3 4 5، هو طالب هنا the greatest. مين اكبر واحد هنا حبيب قلبي؟ من اكبر الاجابه الفايف. الفايف. نروح للاكسرسايز نمبر 5. خلي بالك من 5. 5 هنا يعني ايه؟ هو يعني اتفزلك شويه على العيال. بيقول لك توايس واي. توايس واي يعني 2 واي. مستر ماشي، نمبر 4 هتبقى الاجابه. نمبر 4 هتبقى 5. ركز معايا يا ناس بالله عليك. بيقول لك هنا توايس ذا نمبر واي. يبقى هنا 2y subtracted from a it. حط الكلمه دي، انا مش الفروم هنا بالنسبه لي ما تبقاش ليها لازمه، انا هنا مش هعكس حاجه. بعدها كده هتبقى 2y subtracted from it 4، يعني هتشيل منها 4، بقت عباره عن 2y minus 4. طب يا مستر لو ما كانش حط it ديت subtracted from 4، يعني انا شلتها من ال 4، فكنت المفروض ان انا من غير ال it دي اقول 4 minus 2y. ابدل لان فروم بتعكس بتبدل، لكن هو هنا حاطط لك ات، يعني انا شلت الفور من التو. السؤال اللي بعده بيقول لك اف اكس از ليس ذان 5، النيجاتيف 5. ادي النيجاتيف 5 وادي الاكس يا مستر، وطلب منك ان انت تحط سيمبل، بس بيقول لك ليس ذان يعني اصغر. يعني يا مستر السيمبل مش هتبص للاكس لان ليس ذان، فالاكسبريشن بتاعي هيبقى عباره عن x minus 5. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا x minus 3 equals 5. حبيب قلبي حضرتك هتبدا تخلص من النيجاتيف 3، هتروح الجنب الثاني هتبقى بلس 3، هتبقى عباره عن يا مستر حضرتك هتنزل الليفت سايد بقى لك هنا اكس، والرايت سايد هنا 5 بلس 3. 5 بلس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 8. يبقى هنا مستر حضرتك الاجابه الاكس ايكوالز ال 8. ازيك يا مستر؟ ازيك يا بولا، عامل ايه يا حبيبي؟ مستر بيجي كام؟ 37 يا شباب، يلا في الشيت ورك شيت.
السؤال اللي بعده نمبر 8 هنا يا شباب بيقول لك x plus 2 is equal the absolute value of negative 5. طبعا absolute value للنيجاتيف 5 يعني النمبر بالاخر هيطلع بوزيتيف. يعني x plus 2 equals 5. 2 plus كام يدينا 5؟ طبعا الاكس هتبقى 3. السؤال اللي بعده بيقول لك 2x equals 10 يعني 2 تايمز كام يدينا 10؟ اسمع يا بولا عشان بسجل الحلقه بسجل السيشن يا اولاد بعد اذنكم محدش يشرح. فحضرتك هنا هتبدا تقول 2 تايمز كام يدينا 10؟ حضرتك هنا مستر 2 تايمز 5 فالاكس هنا الفاليو بتاعتها بقت 5. مستر حضرتك هتروح تكتب هنا 5. 5 بلس 2 ايكوالز كام؟ طبعا انت حضرتك هتنزلها على الجروب ولا يعني السؤال اللي بعده نمبر 10 بيقول لك هنا 3x equals negative 9. 3x equals negative 9 مستر انا هخلص من مين؟ من ال 3. ال 3 هتروح الجنب الثاني هتروح للايه؟ ها بالديفايد يا ولد لان انا 3x يعني 3 تايمز x يبقى هتروح الجنب الثاني بالديفايد فهتبدا تقول الاكس ايكوالز نيجاتيف 9 ديفايدد 3 يعني كام يا مستر؟ لك هتطلع نيجاتيف 3. طب بيقول لك هنا الاكس بيلونجز تو مين؟ النيجاتيف 3 دي موجوده فين؟ يا ترى في الناتشرال؟ طبعا لا. بوزيتيف انتجرز؟ طبعا لا. واي؟ لا يا مستر ده ازاي ده دي في اجابه هتبقى طبعا موجوده في النيجاتيف انتجرز. السؤال اللي بعده بيقول لك ذا سوليوشن the solution set of the equation 3x equals negative 6. مستر هنعمل divide 3. طبعا يا مستر هنا الاكس هتطلع بنيجاتيف 2. طب ايه الناتشرال نمبر؟ هل النيجاتيف 2 دي موجوده في الناتشرال نمبر؟ لا يا مستر يبقى 5. دي الاجابه هنا هتكون 5. اكسلنت. السؤال بعده بيقول لك 0 belongs to 5 and x minus 3. طبعا يعني الزيرو موجود جوه belongs to يعني موجود جوه يعني معنى كده مستر ان x minus 3 equal ايه؟ زيرو. حضرتك هنخلص من النيجاتيف 3 تروح الجنب التاني هتبقى positive 3 او plus 3 يبقى الاكس هنا equal 0 plus 3 يعني كام يا مستر؟ طب مستر مش فاهمها ليه بقت 3؟ حضرتك بتودي النيجاتيف الجنب التاني يا بولا بعكس الساين او عكس الاوبريشن خلاص يبقى النيجاتيف 3 راحت الجنب الثاني ده بلس 3. السؤال اللي بعده مستر حضرتك هتنزل التسجيله يا مستر؟ يا بولا ايه تسجل الكلام ده يا بولا؟ مش منزل تسجيل يا بولا اسمع بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا x minus 1 equals 2. سوري x minus 1 over 2 equals 3. طبعا هنا مستر المساله ديت انا هكتبها بصوره ثانيه x minus 1 في براكت divided by مش الفراكشن ده يعني divided by اه يا مستر divided by 2 equals كام؟ 3. اول حاجه اخلص منها ال divide 2 هتروح الجنب الثاني هتبقى ايه؟ times 2. هذاك هتحلها هتبقى x minus 1 equals 2 times 3 و 2 times 3 equals كام؟ 6. 6 مستر هخلص من النيجاتيف 1 تروح الجنب الثاني هتبقى بلس 1. حضرتك يا مستر يبقى الـ x هنا equals 6 plus 1 7. مستر يبقى لك تعالى نعيدها تاني. مستر حضرتك هنا أول حاجة يا بولا أنا بخلص من الدينومينيتور اللي عندي هنا 2 ديت ممكن أخلص منها بالكروس برودكت بالمقص أعتبر إن دي 3 over 1 وهعمل مقص تبدأ تقول 2 times 3 2 times 3 بكام؟ ب 6 وهنا 1 times x minus 1 بكام؟ ب x minus 1 بقت كل واحد بقت x minus 1 equals 6 هتودي النيجاتيف 1 الجنب التالي يا مستر بقى بلس 1 6 بلس 1 equals كام؟ 7. عندك اهو كذا طريقه شرحتها. بيقول لك the number which if it added to it's double. طب انا اعرف النمبر؟ لا يا مستر ما اعرفوش. طب ايه رايك احنا النمبر ده هنفترض ان هو اكس خلاص the number يبقى اكس if we added to it's double يبقى انا هزود عليه دبل. دبل يعني ايه؟ يعني 2x. بيقول لك the result will be 9 يعني x plus 2x equals كام؟ 9. طب لحظه واحده
x بلس 2x كم x عندي يا مستر؟ دول يا مستر هنا 3x. طب 3x equals 9. 3 times كم يدينا 9؟ 3. مستر السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعده نشرحها تاني. حاضر مستر. بيقول لك ذا نمبر، طبعا النمبر انا ما اعرفوش فافترضت ان هو x. If it's added يبقى انا هعمل بلس 2 it's double. يعني ايه دبل؟ دبل دبل الاكس ايه؟ يعني 2x. قال لك the result will be 9. يبقى الناتج هنا هيكون 9. حضرتك هتبدا تقول 2x plus x دول كام x يا مستر؟ دول 3x. السم بتاعتهم بكام؟ ب 9. وتبدا تسال نفسك ال 3 ديت تايمز، تروح الجنب الثاني بالديفايد. اوديها الجنب الثاني بالديفايد. هتبدا تقول السري هتروح مستر. هو احنا جبنا مستر التمنين من الدبل، يبقى انا هعمل هنا ديفايد 3، فبقت 9 ديفايد 3 ايكوالز كام؟ 3. طب واحنا جبنا 3 دي منين؟ انا 3 دي ريماس اكيد. يا ريماس انت عندك 2 اكس وزودت عليهم كمان اكس، يبقى كام اكس عندك؟ 3. شكرا. اصحى يا ريماس. بيقول لك هنا اف اكس از مور ذان الواي، الاكس اكبر من الواي. بيقول لك انا هزود عليها هنا زد وهزود عليها هنا زد. هل ده هيغير في الانيكواليتي حاجه؟ لا يا مستر، حضرتك تفضل زي ما هي. لو انا جيت قلت لك هنا زود لي 2 على الاكس وزود لي 2 على الواي، عادي، ما انا زودت هنا وهنا، الكبير هيفضل كبير زي ما هو. مستر نروح للسؤال اللي بعده، نمبر 16. في نمبر 16 هنا ده سؤال خاص بالرول بتاعه الانيكواليتي. حضرتك لما تعمل في الانيكواليتي، يعني جيت قلت لك هنا اكس مثلا از مور ذان 3، لو انا عملت تايمز نيجاتيف يا اولاد، اتفقت معاك، عملت تايمز نيجاتيف 1 ليهم هما الاثنين، هتبقى نيجاتيف اكس ونيجاتيف 3. حضرتك واول ما تعمل تايمز نيجاتيف بتقلب السيمبل، هي بتبقى مور ذان، حضرتك تقلبها تبقى ليس ذان. يبقى لما اعمل تايمز نيجاتيف يا اولاد انا بقلب العلامه بتاعتي، بتبص الجنب الثاني بس، هي دي القاعده. حضرتك هنا بيقول لك الاي از ليس ذان البي. طيب بعد كده قال لك نيجاتيف، انا شفت نيجاتيف اهو، نيجاتيف 3 اي، انا عملت تايمز نيجاتيف 3، يبقى انا اعمل ايه في السيمبل بتاعتي؟ بدل ما هي كانت بتبص تو رايت هروح انا اعملها تبص تو ليفت، اعكس اتجاه، اعكس الاتجاه بتاعها. السؤال ده مهم جدا. والله السؤال نمبر 17 بيقول لك اكس بلس 2 ليس ذان 2. مستر حضرتك انا هخلص من بلس 2 تروح الجنب الثاني بالماينس، بقت 2 ماينس 2. حط السيمبل زي ما هي تحت، اللي اتبقى لك في الليفت سايد هنا اكس، و2 ماينس 2 ايكوال ايه؟ 0. بيقول لك الاكس اصغر من الزيرو. ايه اصغر من الزيرو؟ ايه اللي اصغر من الزيرو؟ حضرتك انا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اند سو اون اند سو اون. طب يا مستر دي كل الارقام اللي طلعت دي تعتبر ايه؟ الارقام دي كلها طلعت ايه؟ نيجاتيف. طب النيجاتيف ده يا مستر يبقى نيجاتيف انتجر. بتقول يا بولا نمبر كام يا بولا اللي عندك؟ مش مفهوم. 16 حبيبي. نمبر 16 دي قاعده في الانيكواليتي، الانيكواليتي قاعده، قاعده واحده بس، بتقول لك ان انت لما تعمل تايمز نيجاتيف او ديفايد نيجاتيف بتقلب السيمبل بتاعك، العلامه تبص الجنب الثاني بس. فانا هنا يا مستر انا كنت A less than B، يعني هنا يا مستر على سبيل المثال انا لو جيت قلت لك هنا 1، ال 1 اصغر من 2 صح كده يا شباب؟ جميل. طب حضرتك لو انا عملت تايمز نيجاتيف 1 للاثنين، 1 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1، ولو جيت عملت هنا تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تايمز 2 بنيجاتيف 2. طب لحظه واحده، دلوقتي مين الاكبر، النيجاتيف 1 ولا النيجاتيف 2؟ نيجاتيف 1 اكيد. نيجاتيف النيجاتيف 1 اكبر. السيمبل ايه اللي حصل لها يا شباب؟ هي مش كده بتبص تو رايت؟ لما انا عملت تايمز نيجاتيف 1 للارقام اتقلبت راحت تو ليفت. يبقى انا عندي رول لازم احفظها ولازم ابقى يعني عندي سنس شويه في النقطه دي، لما اجي اعمل تايمز نيجاتيف او ديفايدد نيجاتيف السيمبل بتاعتي بتتغير.
تقلبها جملتين. نروح لنمبر 18. في نمبر 18 هنا بيقول لك the greatest integer that satisfies the inequality 5x less than 0. طبعا هنا مستر حضرتك هنا مستر 5 هنخلص منها تروح الجنب الثاني هتروح بالديفايد، فمن الاخر هنا الاكس ليس ذان الزيرو، الاكس اصغر من الزيرو. طب مين اللي اصغر من الزيرو هنا يا مستر؟ نيجاتيف 1. هتبقى نيجاتيف 1. السؤال اللي بعده هنا جايب لك نيجاتيف، خلي بالك اهي اهي نيجاتيف 3x از ليس ذان 30. انا يا مستر هنا النيجاتيف 3 دي بالتايمز هتروح الجنب الثاني ديفايد، بقت ديفايد ايه؟ نيجاتيف 3. طب لحظه واحده المستر لسه قايل لي فوق في الاكسرسايز 16 لما اعمل تايمز نيجاتيف او ديفايد نيجاتيف السيمبل بتاعتي بتتقلب بتعكس نعكسها. يبقى هنا مستر الاكس حضرتك بدل ما هي هتبقى لزان، لا المره دي هتبقى مرزان، وتقول 30 ديفايد نيجاتيف 3 هتطلع يا مستر بنيجاتيف ده. يبقى انا مستر السيمبل بتاعتي هتكون الاختيار الاول. السؤال اللي بعده بيقول لك the solution of the set. طبعا هنا بيقول لك الاكس موجوده ما بين ال2 وال3. طب ما فيش ارقام بالنسبه لي في الانتجرز موجوده ما بين ال2 وال3، تروح تدور على حد يكون ايكوال. هو ايكوال هنا عند ال2، يبقى السوليوشن هنا على طول هتكون 2. السؤال اللي بعده بيقول لك the equation، جاب لك هنا بيقول لك the equation x plus 3 equals 5 وطالب الديجري. الديجري هنا 2 يا مستر 2. غلط. هنا مستر الاكس دي تعتبر اكس باور كام؟ اكس باور كام؟ لا يا اولاد هو مش عايز السوليوشن. بعد اذنكم عمر اقفل المايك. مستر هنا هو مش عايز السوليوشن، هي صح الاكس 2. حبيب قلبي هو مش طالب السوليوشن ست، هو طالب ايه؟ الديجري. وخلي بالك من دي اوعى تغلط فيها. حضرتك هنا طالب الباور، الباور هنا عندي يا مستر الاكس باور كام؟ دي 1. يعني يا مستر هنا انا فيرست ديجري، انا من الدرجه الاولى. نروح نحل الايكويشن الثانيه، حضرتك هنا 4 ماينس واي سوري ماينس 4، نخلص من الماينس 4 تروح الجنب الثاني انا هبقى بلس 4. السيمبل بتاعتي هتنزل زي ما هي وادي الواي، وهتقول 2 بلس 4 ايكوالز 6. مستر حضرتك سوري انا بحل ليه؟ هو طالب هنا الديجري، اسف. برضه هتكون الفيرست ديجري. هو طالب هنا الديجري، الديجري عندنا هنا فيرست، هتكتب برضه فيرست ديجري. لأن هنا الفاريبل باور 1. طب اللي بعدها طالب برضه الديجري. الديجري هنا أعلى باور عندنا هنا كام؟ في عندي هنا باور 3، باور 2، باور كمان 1. فأنا باخد أعلى باور، أكبر باور. طبعًا زي ما أنتوا قلتوا كده شاطرين باور 3. يبقى هنا مستر أنا في الثيرد ديجري. السؤال اللي بعده بيقول لك the natural number just next. next يعني الافتر اللي بعده. لو جيت قلت لك ايه النمبر اللي بعد ال1 هتقول لي 2. طب جبت ال2 ازاي؟ انا زودت 1 ملتي بلس 1. يبقى النمبر اللي عندي دوت الناتشرال اللي عندي دوت عشان اجيب النمبر النكست انا هبدا ازود عليه 1، اعمل كمان بلس 1. طب 1 1 2 يبقى بلس 2 يا مستر. سؤال سهل جدا. بيقول لك هنا ذا البريسيدنت. مستر سؤال اتفضل يا عمر. يعني ايه البريسيدنت؟ جميل. هنا مستر بيقول لك ذا بريسيدنج انتجر، يعني اللي سابق او اللي قبله، البيفور يا اولاد. هو عايز البيفور. لو جيت قلت لك هنا 2 ايه اللي قبلها؟ هتقول لي ال1. جبتها ازاي؟ انا عملت ماينس 1. فانت هنا يا حبيبي هتبدا تعمل ماينس 1. x minus 1 minus 1 هتبقى يا مستر x minus 2. مستر مش preceding يعني after؟ preceding يعني السابق اللي قبل. مستر هو اللي بعدها عايز even؟ اللي بعدها تبقى even صح؟ مستر حضرتك هنا بيقول لك x is an odd number، النمبر اللي معانا ده odd اللي هو الx. طب لو انا زودت على الodd 1 طبعا بيتحول بيبقى even. بيتحول بيبقى ايه؟ even. انا جبت رقم هتبقى غلط. مستر انا كنت متلخبطه من الثلاثه دول شويه. معلش. مستر حضرتك هنا بيقول لك x بلس 3 ايكوالز 5 وطالب هنا السوليوشن بتاعت الاكس.
الاكس هتبقى ايكوالز كام؟ طبعا دي بقى هتحلها ده عادي، دي ايكوالز 2 ما فيهاش مشكله. السؤال اللي بعده مستر حضرتك هتبدا 4 نيجاتيف 4 هتطلع نيجاتيف 4، هنخلص من 6 تروح الجنب الثاني هتبقى نيجاتيف 6، 2 ماينس 6 هتطلع نيجاتيف 4. السؤال اللي بعده 3x equals 5، يبقى مستر هنا الـ x equals كام؟ 3. عملنا لها ديفايد؟ عملنا ديفايد 3، شاطرة يا ناس. مستر بيقول لك هنا 7x equals negative 42، فطبعا هتعمل ديفايد 7 هتطلع negative 6. مستر negative 5x equals 35، هنعمل هنا مستر divide by negative 5 هتطلع الإجابة negative 7. مستر 3x plus 9 equals 0، اخلص من ال 9 الأول، ال 9 هتروح الجنب الثاني هتبقى negative 9. مستر هتبدأ تقول 3x equals negative 9. مستر هخلص من ال 3 بالديفايد، فهتبقى negative 9 divided by 3 equals إيه؟ negative 3. السؤال اللي بعده يقول لك هنا x plus 5 is more than 2. ذاك هتحلها عادي جدا، هتبدا تخلص من ال 5، ال 5 هتروح الجنب التالي هتبقى minus 5، يبقى ال x more than 2 minus 5 بكام؟ negative 3. يقول لك the solution of the inequality، ذاك هنا عايزها في الانتجرز، انتجرز عادي تحله وانت قلبك مرتاح مفيش مشكله. مستر حضرتك هنا بيقول لك between negative 2 and 0، طب ايه اللي ما بين النيجاتيف 2 و0؟ هو نيجاتيف 1. طب خلي بالك لو حاطط هنا في ايكوال 0 فانت هتكتب نيجاتيف 1 and 0. مستر السؤال اللي بعده بيقول لك the solution set of the inequality x less than or equal 0. طب يا مستر في الناتشرال، خلي بالك المره دي في الناتشرال، في الناتشرال تركز بقى جدا. مستر الناتشرال نمبر مفيش حاجه اصغر من الزيرو، مفيش حاجه لسه زيرو، بس خلي بالك هو حاطط لك هنا ايكوال على الزيرو، فالسوليوشن سيت هنا هتبقى الزيرو بس، هتبقى الزيرو بس. السؤال اللي بعده نمبر 3 يقول لك هنا فايند ذا سوليوشن اوف ايتش اوف ذا فولوينج، حضرتك هنا هتبدا تحل. طبعا السؤال دوت جايب لك 2 و3 و4، هتبدا تقول اكس 2 اكس 3 اكس 4 وتبدا تعوض تعمل سبستيتيود وتشوف مين فيهم هتجيب ال 9. في طريقه ثانيه حضرتك هتبدا تحل دي كايكويشن، والناتج اللي يطلع تدور عليه هنا، موجود تختاره، مش موجود يبقى الاجابه فاي. مستر حضرتك انا هحلها عادي جدا، هنخلص من البوزيتيف 3 تروح الجنب الثاني هتبقى نيجاتيف 3. هتبدا تقول لي ان 2x equals 9 minus 3 بكام يا مستر؟ 6. مستر انا هخلص من ال 2 هتروح الجنب التاني بالديفايد 2، هتلاقي ان ال x equals 6 divided 2 اللي هتطلع لك ب 3، يبقى السوليوشن ست هنا مستر هتطلع the set of 3. دي خطوات؟ اول ما تلاقي سؤال فايند كده حضرتك لازم تكتب الخطوات، هيروح منك الدرجتين لو ما كتبتش خطوات، الناتج بس بنص درجه. مستر حضرتك هنا بيقول لك x بلس 9 ايكوالز 3، طبعا هتخلص من ال 9 هتروح الجنب الثاني هتبقى ماينس 9، فهتبدا تكتب هنا مستر اد الاكس و3 ماينس 9 نيجاتيف 6. نتاكد ناتشرال انتجرز، انتجرز الحمد لله، يبقى السوليوشن ست هنا حبايب قلبي عباره عن نيجاتيف 6. السؤال اللي بعده يقول لك 3x ماينس 2 ايكوالز 19، مستر حضرتك هنخلص الاول من النيجاتيف 2 تروح الجنب الثاني هتبقى بلس 2، هتلاقي يا مستر 3x equals 19 plus 2 اللي هي 21. مستر هنخلص من ال 3 تروح الجنب الثاني بالديفايد. مستر هيبقى ال x عندنا equals 7، ومنها ال 7 دي ما فيش مشكله فيها. السوليوشن ست هتبقى عباره عن 7. السؤال اللي بعده بيقول لك 2x plus 1 equals 9. أول حاجة يا مستر حضرتك هتبدأ تخلص من البوزيتيف 1 ده يروح الجنب الثاني هيبقى نيجاتيف 1. أدي الإيكوال تحت الإيكوال 9 ماينس 1 إيكوالز كام؟ 8. عندنا هنا 2x. هنخلص من مين يا مستر؟ من ال 2. تروح الجنب الثاني يا مستر بالديفايد. هنلاقي إن الـ x إيكوالز كام؟ 8 ديفايد 2 بكام؟ 4. السؤال اللي بعده. يبقى هنا السوليوشن ست يا مستر
طبعا في الانتجرز ما فيش مشكلة، وما تلاقي عندك بوزيتيف نمبر ما فيش أي مشكلة يطلع بفوق. السؤال اللي بعده يقول لك هنا مستر 2x بلس 9 ايكوالز 3، هنخلص من البوزيتيف 9 تروح الجنب التاني هتبقى نيجاتيف 9. طيب عندنا هنا هتلاقي 2x وهنا 3 ماينس 9 ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 6. مستر هخلص من ال 2، ال 2 جنب التاني هتروح بالديفايد هتلاقي ان الاكس هنا مستر ايكوالز نيجاتيف 3، يبقى السوليوشن ست نيجاتيف 3 لان دي برضو انتجرز. اللي بعدها بنفس الطريقه ما فيهاش مشكله هتطلع في ليتر اف هتطلع بنيجاتيف 9، سوليوشن ست نيجاتيف 9. ايوه يا مستر نيجاتيف. نتاكد بقى من ليتر جي، خلي بالك من ليتر جي هنا ان هو يجيب لك الانتجرز والناتشرال نمبر. طبعا انا دربتكم على الكلام دوت، هتحلها عادي جدا هتلاقي ان الاكس هنا تطلع بنيجاتيف 19، تطلع بنيجاتيف 19. مستر لو هو في حاله الانتجرز فانت هتقول له السوليوشن ست مفيش مشكله نيجاتيف 19. طب في حاله الناتشرال نمبر، هداك الناتشرال نمبر ما فيهاش نيجاتيف فالسوليوشن ست هنا هيكون ايكوالز 5. خلي بالك من دي، خلي بالك من الليتر جي دي مهمه. خلاص شباب السؤال اللي بعده، خلي بالك من سؤال الفيوم هنا مستر، عندي 3 تايمز براكت. طبعا انا هنا مش هشتغل على الاكس ولا ال2 دلوقتي، انا هشتغل على اللي بره البراكت اخلص منه. طبعا ال3 هنا بالتايمز تروح الجنب الثاني بالديفايد، انا هعمل هنا ديفايدد باي 3 وتبدا تشتغل. هداك 3 ديفايدد 3 الرايت سايد هيبقى ب1. طب الليفت سايد نزل اللي جوه القوس هي اكس بلس 2، حضرتك هتبدا تخلص من ال2 هتروح الجنب الثاني بنيجاتيف 2. مستر حضرتك 1 ماينس 2 هيطلع لك نيجاتيف 1. مستر طالبها في الانتجرز يبقى السوليوشن ست نيجاتيف 1. السؤال اللي بعده نمبر 2 هنا شباب بيقول لك اكس ماينس 2 از ليس ذان 1. يبقى انا مستر الاول هنخلص من 2 تروح الجنب الثاني هتبقى بوزيتيف 2، يبقى 1 بلس 2 3، يبقى الاكس هنا مستر ليس ذان 3. طب الاكس ليس ذان 3 ايه الارقام؟ بس خلي بالك هو حدد لك هنا ان انت هتكتب الاجابات بتاعت الانيكواليتي في الناتشرال نمبر، مفيش ارقام نيجاتيف. فانت هتبدا تكتب السوليوشن سيت بتاعتك هتبقى عباره عن ايه؟ ايه الارقام اللي اصغر من 3؟ 2 1 0. ها اخد نيجاتيف 1؟ اوه اوعى تاخدها، انا ناتشرال نمبر اقف عند الزيرو. السؤال اللي بعده بنفس الطريقه، حضرتك هتخلص من ال 13 هتروح الجنب الثاني هتبقى نيجاتيف 13، هتلاقي عندك الاكس ليس ذان 4. ليس ذان 4 يبقى السوليوشن ست، خلي بالك هو عايزها برضه في الناتشرال. هتكتب نفس الكلام بس هتزود 3، 3 2 1 اند 0. بس السؤال اللي بعده بيقول لك هنا اكس بلس 2 از ليس ذان اور ايكوال 6. طب حضرتك هنا يا مستر ال 2 ديت هتوديها الجنب الثاني بالماينس 2، 6 ماينس 2 ب 4، طبعا ليس ذان اور ايكوال، المره دي اور ايكوال، خلي بالك من ايكوال. فانا هنا السوليوشن ست يا مستر عندي ايكوال، فهنبقى ايكوال 4 و 3 وننزل كمان 2 1 وزيرو وما تروحش للنيجاتيف. السؤال اللي بعده يا مستر حضرتك بيقول لك 3x minus 2 less than 7. انا مستر هنا 3x less than والنيجاتيف 2 تروح الجنب الثاني هتبقى positive 2، يبقى 7 plus 2 كام؟ 9. مستر حضرتك انا عندي هنا في 3 اخلص منها بالديفايد، ديفايد 3 حضرتك هتلاقي الليفت سايد اتبقى لك اكس و9 ديفايدد 3 ايكوالز 3. طب ايه النمبرز اللي ليس ذان 3؟ حضرتك عندنا في 2 وفي 1 وفي 0، وحضرتك اعمل كلوز للبراسس بتاعك. في حاجه صعبه لحد دلوقتي يا شباب؟ في حد واقف معاك؟ ايوه النمبر هراجع على اللي انت عايزه، بس خلينا ماشيين مع بعض. انا بتكلم في البيج اللي قدامي دلوقتي، في حاجه قدامك واقفه؟ لا تمام. انا بقول ان هو طالب نمبر 9. نمبر 9 يا بلال؟ نمبر 9 هو طالب بالنمبر 9.
بالنمبر لاين. طيب ما فيش مشكله، ريبريزنتنج بالنمبر لاين ما فيهوش مشكله يا اولاد. انت حضرتك هتبدا ترسم النمبر لاين دربتك عليه الحصه اللي فاتت. طبعا هتحط الزيرو، وطبعا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، وفي الرايت سايد 1 2 3 4 5 مثلا 1 2 3 4 5. وطالب منك ان انت تعمل ريبريزنت. هنا احنا طلعنا السوليوشن بتاع اول مساله كانت عباره عن 2 1 و0. المساله اللي هي ليتر اي دي كانت الاجابه 2 1 و0. طب هنعمل لها ريبريزنت ازاي؟ هذاك هتروح تروح عند 2 تعمل دوت، 1 تعمل دوت، و0 تعمل دوت. شكرا. طب افرض يا مستر ان الايكواليتي بتاعتي كانت فيها دوتس نقط، هذاك يعني مثلا مش في الناتشرال نمبر، هنا قال لك في الانتجرز مثلا، يبقى انا كده يا مستر ان النيجاتيف 1 معايا والنيجاتيف 2 معايا، وطول ما انا ماشي معايا حضرتك هتطلع لفوق تطلع لفوق تطلع لفوق تطلع لفوق تطلع لفوق كده بلاينز، وتقوم عامل له كده يا مستر سهم بيبص تو ليفت. بص يا شباب، ده في حاله ان الانيكواليتي طالبها في الانتجرز بقى مش الناتشرال، انا هاخد معايا النيجاتيف، فانت بتعمل ارو كده بيبص تو ليفت، ده بيحدد لك النيجاتيف. اخر بيج معانا في المراجعه بتاعت التست ده، طبعا هنا طالب بقى انتجرز، هشرح لك ديت. بيقول لك هنا 3x minus 5 مستر، احنا هنحل تست تاني؟ احنا عندنا الجيومتري، الجيومتري اهو. بيقول لك هنا 3x minus 5 is more than or equal 4. حبيب قلبي هنا طبعا هتبدا تحل الايكويشن بتاعتك او الانيكواليتي بتاعتك، هتودي النيجاتيف 5 بقت بلس 5، وادي السيمبل بتاعتي بالايكوال 4 بلس 5 9. حضرتك ادي ال 3x، هخلص من مين يا مستر؟ هنخلص من ال 3، هتروح الجنب الثاني بديفايد 3، قلنا ال x is more than or equal 3. حبايب قلبي تبدا تكتب السوليوشن سيت، السوليوشن سيت بتاعتك هتبقى عباره عن 3 لان هو عامل عليها ايكوال، واللي اكبر من ال 3، ايه اللي اكبر من ال 3؟ 4 5 ودوتس. مستر حضرتك هنبدا نعمل ريبريزنت على النمبر لاين، ادي النمبر لاين بتاعنا، حضرتك هتبدا تكتب له بس نمبر وحيد نيجاتيف، ادي نيجاتيف 1 0 1 2 3 كفايه. حضرتك هتبدا تعمل يا جميل ريبريزنت من بعد، سوري احنا بادئين بال 3، يبقى نكمل كمان 2 نمبرز، ادي 4 وادي 5. هتبدا يا جميل تعمل دوتس على 3 وال 4 وال 5. هل انا كده خلصت يا مستر؟ لا، ده في دوتس، في دوتس انت كاتبها، يعني معنى كده مستر اطلع باللاين لفوق كده، وحضرتك تقوم عامل لي كده سهم بنص تو رايت، وتقوم عامل سهم. انا كده النمبر لاين ده على النمبر لاين، لازم حضرتك كده تبداي تحددي اتجاهك. مستر الباقي كده ما فيهوش اي مشكله، انا هقول لك اجاباته سريعا. طبعا في اجابات لتر اف، حضرتك كده الاف هتبقى الاكس بمور ذان 3، اعتقد برضه هتطلع مور ذان اور ايكوال 3، الاكس هنا مور ذان اور ايكوال 3، يعني نفس الاجابات. لتر جي هنا الاكس ليس ذان 2، حضرتك هتحل والاكس ليس ذان 2، يعني في الانتجرز يعني هتبقى 1 0 نيجاتيف 1، السوليوشن سين هتبقى 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 اند سو اون. دوتس. مستر السؤال اللي بعده هنا بيقول لك 2x plus 9 is less than 1، طبعا هنا هتحلها هتلاقي ان الx less than negative 4، الx less than negative 4، السؤال ده مهم يا اولاد. طالب منك هنا في الناتشرال، في الناتشرال مفيش نيجاتيف، السوليوشن سيت هنا بالنسبه لنا هتكون 5. طيب بالنسبه للانتيجرز هنا حضرتك طبعا هتجيب لي كل النمبرز اللي less than negative 4، طبعا negative 5 نيجاتيف 6 نيجاتيف 7 ودوتس. السؤال اللي بعده هنا هتحلها هتلاقي يا مستر ان الاكس از ليس ذان اور ايكوال 3، وطالب منك خلي بالك طلب جميل اول مره نشوفه، ان هو طالب الاجابات في البوزيتيف انتجرز، يعني الزيرو مش معايا. حضرتك هنا هتكتب السوليوشن سيت بتاعتك، هتبدا تقول له 3 وال2 وال1 وتقفل. ليه يا مستر مش هناخد الزيرو؟ اصل البوزيتيف انتجرز دي نهايتها، اصغر بوزيتيف هو ال1. خلاص يبقى انا كده اجاباتي 1 2 3.
السؤال اللي بعده حضرتك هحله لك. يقول لك كده يا مستر 1 minus 8x is less than 33. في البدايه يا مستر انا بخلص من النمبر اللي جنب الاكس، مش اللي بالتايمز، اللي بالبلس والماينس. يبقى انا هخلص من مين؟ من ال1. حضرتك ال1 ده هيروح الجنب التاني، خلي بالك بقى يا جميل. ال1 ده بوزيتيف قدامه بلس كده مش موجوده، بوزيتيف يبقى هيروح بالنيجاتيف. جيت بالنيجاتيف، حضرتك هتكتب السيمبل 33 minus 1 ب 32. مستر حضرتك هتكتب الليفت سايد زي ما هي موجوده قدامك، ايه اللي عندنا؟ عندنا نيجاتيف 8x. مستر انا هخلص من مين؟ خلي بالك، لا ثواني، هتخلص من النيجاتيف. ولما تعمل ديفايد نيجاتيف في الانيكواليتي ايه اللي بيحصل؟ محدش بيتكلم، بنقلب العلامه. ودي اهم حته في المساله. المساله دي عايزك تقراها كل يوم، علم عليها كده واقراها كل يوم، احفظها مش بالارقام، احفظ طريقه حلها. يبقى انا حضرتك هنا انا عملت ديفايد نيجاتيف، عملت ديفايد نيجاتيف، وديفايد نيجاتيف يقلب العلامه. حضرتك يا مستر هيتبقى لك هنا في الليفت سايد اكس، وفي الرايت سايد هيتبقى لنا نيجاتيف 4. هنا الاكس از مور ذان النيجاتيف 4. ايه اللي اكبر من نيجاتيف 4؟ عندك نيجاتيف 3، نيجاتيف 2، اقفل المايك، نيجاتيف 1، 0، 1 ودوت. خلاص يا شباب، دي الاجابه بتاعتنا وده السوليوشن ست. نقفل ونرجع تاني.